now, if you have an HTTPS session, as the client and server need to create a shared secret key by using public-private key handshake. العملية الإضافية هذه تبع الانكريبشن تبع البرايفت كي والبابليك كي طبعا لو درستهم في السكيورتي برضو الخوارزمية الـ RSA أو البابليك كي كريبتوغرافي أخذتوا الـ RSA برايفت كي والبابليك كي ها؟ ديفي هيلمان إيش من خوارزمية؟ كنا ما أذكر اسم بالضبط بس يعني تعبط لها كده كلام خلنا على حكاية كيف يولد البابليك فين يولد البرايفت ولما يرسل لما تفكر رسالة عن طريق خدتم تمارين أمثلة خوارزميات محددة ولا لا؟ لا خدمنا بس ما خدتم الخوارزمية اللي سبورتس ها؟ نسيت الاسم نسي تساوي M أوس E مود N أيوة أيوة هذا التشفير أخذنا الان تساوي C plus D مود N E مع N لما نشكر من الوقت الإي مع N هي البابليك كي و D مع N هي البرايفت كي صح؟ كيف نختار الـ E؟ كيف نختار الـ N؟ نشير قيمة الـ N نعمل select لـ B و Q هي B لا يسار Q والـ B والـ Q أعداد برايم أولية بعدين الـ N تساوي B ضرب Q والـ Y N تساوي B minus 1 في Q minus 1 بعد ما حسبت الـ N والـ Y N أحسب الـ E بحيث إنه الـ E تساوي يعني الـ E لازم يكون عدد أولي أكبر من الواحد أصغر من الـ Y N هذه كلها خوارزميات الـ RSA إحدى خوارزميات التشبيه اللي نتكلم عنها الآن هنا العملية هذه طبعاً من العمليات الحسابية هذه كلها تستغرق وقت وبالتالي بتخلي البروتوكول HTTPS تمام يسبب overhead additional overhead تأخير إضافي okay. أما بقية الأشياء بما يخص الكونكشن HTTPS وال HTTPR has the same capabilities example headers cookies caching authentication redirection كل الخصائص البقية هي نفسها طبعا HTTP related documents في documents كثيرة ممكن تلاقوها RFC 822 RFC 2396 هذه كلها مراجع عالمية يعني على مستوى standards مطروحة بتلاقوها في النت يعني بحثوا عنها عشان لو حبيتوا تستفيدوا أكثر support for business to business applications ما يتعلق بال business to business مر عليكم المصطلح هذا بي تو بي اخذتوا مني حاجه لها علاقه بالتجاره الالكترونيه اضرب الماركتنج هذا ايوه التجاره الالكترونيه ما اخذتش الماده ما اخذتوش commercial commerce لا ما اخذتوهاش فاخذتوها لا هي مفهوم بسيط يعني business to business applications لما يكون طبعا المودلز الموجوده في التجاره الالكترونيه ثلاثه انواع اساسيه customer to business business to customer and business to business يعني الكاستمر ممكن يتعامل مع البزنس الكاستمر هو اللي يطلب او ممكن البزنس يتعامل بشكل عكسي مع الكاستمر او البزنس يتعامل مع البزنس شركه تتعامل مع شركه او شركه اوكي في الحاله هذه طبعا في حاله البزنس تو بزنس ابلكيشنز اوريجينال ويب واز كونسيفد از ا كوميونيكيشن ميديوم بتوين كمبيوترز اند هيومنز يعني انه الويب هو الوسيله هو وسيله الاتصال وسيله الاتصال اللي من خلالها
بيتفاهم البزنس مع البزنس او البزنس مع الهيومن او غيره. New applications will become visible of computers can automatically read and understand web pages. الان طبعا المستقبل يعني الابحاث اللي عملوها انه يشتغل الكمبيوترات هي نفسها تفهم ايش المحتويات تبع الويب سايتس. مش فقط احنا نبرمجها ونعرضها، يعني الارتفيشال انتليجنس بتخليها تقرا وتفهم وتفسر وتعمل كل حاجه. Electronic purchasing, intelligence gathering, read and understand web pages. هذه كلها للمستقبل طبعا. Problem HTML pages are unstructured. HTML only provides information about presentation, not meaning. هذه النقطة الأساسية. No. بنحتاج حاجة ثانية غير HTML. الحالة. ليش؟ لأنه HTML لغة نمطية جدا. Unstructured البيجز تبعها. Unstructured معناته أنه تضم أنواع مختلفة من الداتا. مش فقط تكست. ولا هي فقط صور، ولا هي فقط فيديو، ولا هي فقط، هي unstructured، كل الأنواع هذه من الداتا موجودة خليط unstructured، وبالتالي ما نقدرش نحصل على داتا structured واحدة نتعامل معها، وبالتالي هنا التشالنج يكون عالي كبير، إنه كيف أنا بخلي المشين هذه تفهم بشكل مباشر والداتا أصلاً المتاحة أمامها من أنواع مختلفة. يعني اوكي الان تكست في الصفحه هذه، بعد شويه صوره. صعب انه تتعامل مع التكست فقط لحاله لانه ما بيكونش في معنى اصلا. النقطه الثانيه انه الHTML provides information about presentation للعرض not meaning، ما لهاش علاقه بالunderstanding او ذلك. الابحاث القادمه في المستقبل بتخلي الويب intelligent more intelligent، يعني ممكن تظهر لنا حاجة ثانية غير الHTML بحيث إنه تنظر الأمور بذكاء أكبر. هذه كانت السلايد الأخيرة، والآن بإمكانكم تتصلوا لصاحب المنصة.